بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها ما أشكل علينا حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم، أنت علام الغيوب. أيها الأحباب الكرام، سادتي المشاهدين، سيدتي المشاهدة، سيدي المشاهد، نعطر مجلسنا هذا برقيقة أخرى من الرقائق التي عودناكم على متابعتها في لحظات معدودة عبر قناة الجزائرية. هذه الرقيقة سنتكلم فيها عن مظهر آخر من مظاهر العدل في حضارة المسلمين، وإن كان هذا الخلق قد تغيب عن مؤسساتنا التربوية وعن حياتنا الاجتماعية وعن فضائنا التعاملي، فقصرنا كثيرا في تجسيد العدالة في حياتنا. والعدالة والعدل صورتان متميزتان لحضارتنا في كل عصر، ولكنهما في العصر الأول أشد ظهورا وتميزا وبروزا. وهك هذه الرقيقة التي تتجسد أحداثها في حياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتحديدا زمن خلافته، فقد كان من ضمن رعيته رجل صاحب ملك في الجاهلية، كان ملكا على الحيرة ببلد العراق، وكان صاحب بطش وجبروت، ولما دخل الإسلام لم يتخلى عن خيلائه كلها، بل بقي على بعض مظاهرها، وهذا من رواسب الملك الذي كان عليه والأبهة التي كان يعيشها في الجاهلية. هذا الرجل الذي كان نصرانيا ثم أسلم بعد ذلك، يأتي إلى الطواف معتمرا أو حاجا، فيطوف فيطأ ثوبه عن غير قصد، واحد من الرعية، رجل بسيط لا أحد يعرفه، وطئ ثوبه عن غير قصد، فالتفت إليه جبلة بن الأيهم ولطمه لطمة هشمت بعض أسنانه، فشكاه إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فما أسرع أن دعا به وأحضره إلى مجلس القضاء وسأله: ألطمت الرجل؟ قال: نعم. قال: إذن القصاص؟ قال: أو يقتص من مثلي؟ قال: إن الإسلام ساوى بينك وبينه. قال: يا أمير المؤمنين، ولكنني رجل ملك في جاهليتي، عزيز بين قومي، أتأخذ مني بعض جسدي، يعني بعض أسناني، حين يقتص منه المواطن البسيط بالمعنى المعاصر؟ قال: إن الإسلام لم يجعل فرقا بين ملك ورعية، كلهم أمام الله سواء، وعلي أن أقتص منك. قال: أمهلني يا أمير المؤمنين يوما أودع فيه أهلي أو أذهب لبعض شأني. قال: لك ذلك. فهرب جبلة بن الأيهم وتنصر، عاد إلى النصرانية، وبقي على النصرانية وقد طلبه سيدنا عمر ليقتص منه، فلم يجد إلا الذل، وبقي يأسف على عدالة الإسلام وعلى أخلاق الإسلام. وفي آخر يوم من حياته أدركه بعض الصحابة، قال: أنت جبل؟ قال: نعم. قد هرم وشاب وانتثرت بعض أعضائه، يسأله هذا الصحابي: يا جبل، كيف حالك اليوم وأنت تفارق دار الدنيا على النصرانية؟ فبكى وقال بيتين من الشعر، قال: تنصرت الأشراف من أجل لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. هنا تحقق حقيقة، وهو يفارق هذه الدنيا، بأن الإسلام إنما خدمه حين أراد أن يقتص منه، أراد أن يقيم العدل، والعدل أساس الملك. وتحسس لقاء الله سبحانه وتعالى بعد أن عرف نعمة الإسلام وارتد عنه، عرف أن لقاء الله أمر كبير، والله يحاسب على الصغيرة والكبيرة. هنا
وبلغ قوله سيدنا عمر فتأثر لذلك وقال لو أنه أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله. هذه الحادثة تدلنا على أن الإسلام كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه من ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق، من ضاق عليه الحق حين يقام فإن الجور أضيق من ذلك بكثير. يصور الشيطان للناس أن خلق العدل قد يمس بمناصبهم وبمكانتهم بين الناس، والأمر على الخلاف من ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.